مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من السوق التجاري في مدينة صيدا. انه سنحاول يعني هيك اخذ اراء الناس حول عملية طوفان الاقصى وكيف تجري الامور بشكل عام. ماذا ينتظرون بالغد؟ هل هناك مثلا يتوقعون امر معين سيحصل بالغد بعد كلمة السيد نصر الله، ام ستكون الامور عادية؟ يعني نحاول قد ما فينا هيك نجرب ناخذ العالم لنشوف هيدي العالم اليوم شو اراء بهيدي عملية طوفان الأقصى. هل تتوقع أن يكون هناك غدا حرب؟ يعني الكثير من الناس كان بيحكي أنه غدا ممكن يكون في حرب، أو غدا ممكن يكون في ردات فعل، أو غدا ممكن يكون في أي شيء. هل نسأل الشباب؟ مرحبا مرحبا مرحبا، شو تتوقع بكرة؟ هل حيكون في حرب على العرب دول ولا؟ والله هو يصير حرب أحسن، بهيك وضع حرب أحسن. هيك أقولك شو عيشة هلا عايشينها لا بهالبلد؟ اليوم شو عم تتابع عملية طوفان الأقصى؟ شو عم تتابع؟ على الأخبار، بنضلنا على الأخبار، بنحلل سياسي، صرنا يعني محللين سياسيين أكثر من ندير بالنا على الأولاد. عقلنا وشغلنا كله بالحرب. شو عم تحلل هلا أنت؟ بكره شو؟ هل رح تصعيد ولا ممكن يكون في قواعد يعني الشباك؟ يعني أملنا إنه أكيد في تصعيد، أكيد أكيد، لأنه أكيد لانه الوضع بغزه معشن حمل معشن حمل. يا لك حنكمل جولتنا. فاذا حنكمل جولتنا ناخذ اراء الزياده من الناس. هات لنا ناخذ العام، دائما بناخذ العام. يعطيك العافية. يا نرجع لعندك هيك عقبري على السريع، ماذا تتوقع غدا؟ سؤال صعب. هيك كل الناس عارف التوقعات، ما بدنا نضحك على بعضنا. شو بتتوقع؟ بلد لبنان محايد 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 محايد، عم بيسلوا بعضهم هلا. لبنان محايد، الله سبحانه وتعالى يكون معاه الغزه جوا، بس لطالما الكبار خذلتهم الصغار ما عادش يعملوا شيء. عمي شكرا لك. اذا يعني تختلف الاراء بين كيفك اليوم؟ شو رايك اليوم؟ شو رايك غدا؟ هل هناك بالسياسه او ممكن يكون في تصعيد غدا برايك ولا تصعيد؟ كيف عم تقروا الاوضاع؟ هل كيف عم تتابعوا مجريات الاحداث بغزه؟ كل واحد مع غزه عم يعمل واجبه، ما في منيه من حدا، كل واحد مش مع غزه بكون مقصر بواجبه، بس هي. شكرا لك. فاذا متابعينا قاسم دايما صديق الصفحة، قاسم دايما بينطرنا. قاسم يعطيك العافية. أنا عافيك. سؤال على السريع. تفضل. هل عم تتابع أخبار غزة؟ طبعا. كيف عم تتابعها برأي السوشيال ميديا؟ عم تتابعها صوت بيروت أكيد، متابعني دايما طبعا أكيد. قول لا مية مية. قاسم سؤال، بتوقع بكرة في كلمة السيد نصر الله، كلنا عم متوقع أو يمكن عم تحلل، برأيك أنت هالكلمة شو رأيك يا بكرة؟ هل شو تضمن؟ العدو ناطرها قبل الحليف زي ما بقوله. كلمتهم بدها تكون أول شيء عن الشهداء، عن غزة، أطفال غزة، وبدو يتضامن مع كل. يعني ما حيكون في تصعيد؟ لا بس انا بقول لك من عندي الف مبروك لسليماني فرنجيه رئيس الجمهوريه اللبنانيه. خلص هاي بهاي اخر فكروا فيها بعدين وانتم بتحللوها. شو رايك انت؟ شو وراء بكره؟ ما في شيء، عادي. لا تتوقع انه يكون في تصعيد ولا ممكن؟ ولا ممكن ما في تصعيد ابدا ابدا. لو بده يصير حرب كانت الحرب من اول نهار، كانت الامه العربيه كلها لو
لو ما نغلوهم هاي بيقولوا لك طوفان الأقصى ها نبت الساعة أو نبت الدقيقة كانوا هاجموا الأمة العربية كانوا حرقوها كلها حرقنا باعوا القضية الفلسطينية أيام النكبة برجع باعوها هلا عن جديد. السلام عليكم. هنكمل جولتنا لنشوف آراء المواطنين آراء الناس. طبعا هات لنسأل الشباب برأيك بكرة حيكون في تصعيد بكلمة سيد نصر الله ولا شو رأيك؟ العلم عنده عند الله، هو العلم عند الله أول شيء، والعلم عنده إذا تصعيده، بس ما بعتقد في تصعيد. لو كان في تصعيد زي ما قالوا لك الشباب من قبل من أول مرة. نحن بنتمنى التصعيد. تتمنى التصعيد؟ نتمنى التصعيد. شو يعني؟ يعني من نحن حياة ما نحن ميتين، لا موت بشرف. شو موت خايفين منهم يعني؟ يعني أنت مع أنه يصير في حرب؟ مع أنه يصير في حرب، كل سن وشيع مع أنه يصير في حرب. تفت كيف؟ وهيدا قضيتنا، مش قضية بس قضية الفلسطينية، قضية العرب كلهم إذا بيفهموا العرب. شكرا لك. هنكمل الجولة، هنكمل الجولة نشوف. هلا اجمالا إذا بدنا نحكي شوي بالمظهر العام بسوق الحركة خفيفة، يعني نحكي الحركة خفيفة نوعا ما. هنكمل الجولة ونشوف. قدي بعد منقدر ناخد اراء الناس. مرحبا، كيفك؟ مرحبا. شو رأيك بكرة؟ شو متوقع بكرة؟ طبعا سيد واعي رح يشتغل او رح يحكي لمصلحة البلد اكيد، يعني طبعا الترقب كل العالم بحالة الترقب، بس ان شاء الله ما تأزم الامور اكتر الا اذا كان الواجب ضروري. تعتقد اليوم انه حزب الله ملتزم بسياسة الدولة اللبنانية انه ما بدنا حرب؟ طبعا بالبداية هو حماية الاراضي اللبنانية، والشيء الثاني انه كمان في قضية مهمة بتشمل الكل وبتعنينا كلنا. يعطيك الف عافيه حبيبي. هناخد اكتر. مرحبا، كيفك؟ هنكمل الجوله ناخد اكتر مواطنين نشوف. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هنكمل جولتنا. خبرنا شوي بس. بكره في كلمه لسيد نصر الله على مقلب انت تقول كذا. اول شيء الوضع الاقتصادي بالبلد منه مستاهل الحرب. اول شيء يعني ما بيقدر يتحمل، ما بيدعم 100%. مش حيطلع السيد مثلا يعلن حرب او شيء، بده يحكي عن الشهداء ويتضامن مع اهل غزه. نحن كنا بنتضامن مع اهل غزه. يعني اقولك ما في تصعيد من لبنان الا في حال عدو اعتدى علينا اكثر. هلا اذا هو الموضوع انه صار حسب التوسعات، يعني هو بيوسع يعني هيك، بس نحن همنا الوحيد غزة، ونحن مع يعني من قربنا معه، هذا اللي بهمنا. شكرا لك. هنكمل الجولة. هنكمل جولتنا ناخذ أكثر آراء مواطنين. فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هات لنسأل العام. مرحبا عام، كيفك؟ ماذا تتوقع غدا؟
والله ما بتوقع شيء لانه مش الهيئه في حرب ما بالص... هل قدر لبنان او الشعب اللبناني يتحمل الحرب بهذا؟ اعوذ بالله، وضع البلد كتير مزري. بتعرف انت الاوضاع الاقتصاديه اللي عم يمر فيها البلد والماليه، من هنا بده يتحمل لبنان؟ يعني اذا لا سمح الله اي ضربه للبنان، مين بده؟ حتى الدول العربيه مش مستعده تدعم لبنان، ولا اي حتى الدول الخليجيه ما في. يعني الله يعيننا، الله يستر. انا بتشكرك حبيبي. فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وابر سيتي على الفيسبوك، يعني بهذه الجوله السريعه في اسواق مدينه صيدا، الاراء اختلفت حول ماذا سيحدث بكره بعد كلمه السيد نصر الله. هل سيكون هناك حرب ام يعني كل المعطيات وكل المؤشرات وكل التحاليل يعني تتحدث عن عدم يعني إمكانية إعلان حرب في هذا الأمر، بكون أن سيد نصر الله قرر مرارا وتكرارا التزامه بالقانون اللبناني، فبالتالي والتزامه بالشرعية اللبنانية، وبالتالي هو لن يعلن الحرب من هنا. ولكن طبعا هناك رسائل رادعة سوف تطلق، هناك تأكيد على أن لن تترك غزة، أيضا هناك تأكيد على أن بشكل عام أن هناك قواعد اشتباك يجب على الإسرائيلي عدم تخطيها، وإلا ممكن أن ينجر ساعة عند إذن الأمور وتتدحرج نحو الأسوأ. فإذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زينت يوسف وصوت بيروت انترناشونال.